فال 14 مليار التي قدمتهم دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 بمثابة وقوف أخ مع أخيه، وقوف دولة شقيقة مع دولة شقيقة كبرى كما تحدث الشيخ زايد وكما يسير على نهجه أبنائه حتى هذه اللحظة. لا أريد أن أضرب مقارنات، لكن فقط أقول بأنه الأمن القومي، يعني في ناس تسأل الرئيس راح الإمارات والرئيس زار الإمارات أكثر من مرة، وفي كلام كثير في المواقع الإخوانية، لكن أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، العلاقات والزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وبين أشقائه في دولة الإمارات لا هي محتاجة سبب ولا هي محتاجة تبرير ولا محتاجة مسببات، لأنه المشورة والتشاور الدائم بين الجانبين لا يحتاج إلى بروتوكولات حتى في التعاون. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا بقالنا شهر بنتكلم فيه حجبوا المعونة 300 مليون، لا ده المعونة العسكرية كمان 600 مليون، لا ده 95 مليون عشان انتوا بتكلموا الناس وحش، لا ده فيه 300 مليون عشان انتوا مش بتقدموا ورد للإرهابيين، لا ده فيه كمان احنا هنهددكم ان احنا نقطع عليكم الأكسجين عشان خاطر انتوا المفروض حق الشواذ في الحياة. ايه هو؟ وكل دول اللي احنا قلنا قبل كده بناقص المعونة الأمريكية، قلنا بوضوح شديد فلتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم، قلنا إذا كانت المعونة مرتبطة بالتأثير على القرار السياسي لدولة ترفض أن تكون تابعة فلتذهب هذه المعونة إلى الجحيم. الكلام اللي بقوله ما بيعجبش الناس. مين الناس اللي مش عاجبهم أن مصر تبقى رافعة راسها لفوق؟ لما قلت قبل كده ان كل مواطن مصري لو دفع دولار واحد مش عايزين المعونه الامريكيه، يقوم الناس اعداء الوطن بجد يتريقوا علينا، يقول لك الناس تجيب منين؟ انا بقول تمن علبه سجاير، ما قلتش اكتر من كده. دوله الامارات بتساعد مصر مساعده استراتيجيه تاريخيه دون من ودون شروط ودون اشتراطات.